23 فبراير 2020. صباح الخير. وصباح الخير. صباح الخير. شلونك؟ زين. فاجأتني شو الدخول المفاجئ والسريع. احنا خلاص راجعين بدر انا وانت من اجازه طويله. ايه؟ نغير الموسيقى. الحين بقول اغيرك انت ولا اغير الموسيقى؟ عقب رمضان ان شاء الله. ليه عقب رمضان؟ سيزن جديد نغير شوي. ابي موسيقى فيها كذي يعني. نسيتي شلون انيتي عليها بالبدايه؟ ما زلت صراحه عليها. لا ما زلت بس نبي موسيقى كذي فايب غير. هاي فايب شتوي. بعدين يدخل علينا الفايب الصيفي. فكر في الموضوع ان شاء الله. فكر في الموضوع. مشاهدينا مثل ما عودناكم حلقاتنا تكون دائما خفيفه ومتنوعه. في حلقه اليوم راح اكيد نتكلم عن تقويم الاسنان للاطفال مع الدكتور فراس سلعس، وبالاضافه ايضا لفقرتنا الاسبوعيه مع زميله زينه مصطفى اللي راح اكيد نناقش وياها موضوع جديد يخص الام والطفل، بالاضافه ايضا لمشروع جديد اخر من مؤسسه التاجر الصغير. بدر ومضتني اليوم شو تقول؟ عجبتني الومضة اليوم. أيه؟ تقول الاحترام، بقولها بالعامي، الاحترام فوق كل شيء، فوق الصداقة وفوق القرابة وفوق الحب أيضا. كل شيء ينهدم إذا ما في احترام. أيوة. صح؟ كل شيء. احترام هو الأساس. يوم جديد، أسبوع جديد، شيف جديد. حياك. يلا. أنا متحمس حق طبق اليوم. صدق والله أنت تعرف؟ أنا ما أدري شنو هو. بس لأن تعرف شيف جديد فروح جديدة. صباح الخير شيف. صباح النور. شلونك؟ تمام. عصيده إيه ان شاء الله. ان شاء الله. شلونك؟ تمام الحمد لله. تعطيني المكونات. طبعا نبتدي بالمكونات العصيده. احنا عندنا الطحين. هاي الطحين مو مقلي، طحين رقم 2 قبل ما ينقلي. عندنا وهاي طحين مقلي. فاحنا نراويهم اللونين قبل ما نقلي وبعد ما نقلي. بالضبط. شكر، زبده حق التزيين، والروز حق التزيين، الماي ورد والزعفران ناقعينه اكيد، وهاي الزيت النباتي. الزيت النباتي. ايه؟ اوكي. تحب تطبخ طبخات واكلات شعبيه شيف؟ اكيد. صدق والله ما في احلى من الاكل الشعبي. صح اكيد اتفق معاك. زين نبتدي بشنو اول شيء؟ اول شيء احنا راح نسوي نراهم طريقه شلون نقلي الطحين لين ما يوصل عندنا الطحين لهاي الدرجه. اللون الاسمر تقريبا، اللون الذهبي يعني. إيه؟ ما نقول انه اسمر اسود لانه بصير واجد واجد غامق. صحيح. فنحتاج لون يكون حليو بني بس على قول قريب للذهبي. صحيح. فنخلي الطحين على النار تكون درجه الحراره متوسطه ونتم تحريك مستمر. الطحين مجرد تباعد عنه دقيقة أو دقيقتين راح عليه إنه خلاص احترق. فلازم نراقب عملية تقليب. دائما نكون مع تحريك مستمر. حلو. اوكي. تقريبا ايش كثر ياخذ من الوقت؟ اذا كانت درجة الحرارة تقريبا 180 درجة وانت على طول قاعد تتحرك راح تحتاج 15 دقيقة ل 20 دقيقة ماكسيموم. انا اتوقع العصيدة يعني بسرعة تستوي او خطواتها بسيطة وسريعة، فبعد ما نقدر نقول يقلب لون الطحين، شنو الخطوة الثانية؟ شنو الإضافة الثانية؟ بعد ما يقلب لون الطحين نضيف الماي. الماي. نضيف الماي مع التحريك المستمر عشان لا يتكتل عندنا. صحيح. الطحين. في بعض الناس يحبون انه يشخلون الطحين. بس انا ما اميل لهي الطريقه. أوكي. لان قبل ما كانوا اصلا اساسا. فانت تمشي على الطريقه التقليديه البحرينية. البحرينيه بالضبط. حلو جميل. وتكون قوامها احلى. فعقب ما نضيف الماي نضيف السكر ونتم نحرك. هني في ناس يقول لك انا احب احس بالحلاوه، حلاوه الشكر واضحه عندي. في ناس يقول لك لا انا احب الشكر انه يكون شوي اقل. وفي ناس يحبون الزيت يكون واجد زايد فيه. واجد زايد فيها مبين عليها نفس قبل واجد تكون ثقيل دسمة جدا. أي. ثقيله. في ناس الحين يقول لك لا يتخوفون من الزيوت وما زيوت، بس بشكل عام الاكل الشعبي اذا يبين فيه الزيت يكون طعمه اعلى طبعا. اكيد شيف محمد انت ان شاء الله راح تكون ويانا خلال هذا الاسبوع وراح ارجع لك اكيد بعد شويه اشوف الطبق معك وين وصل. مشاهدينا خلونا ننتقل لبدر. بدر شنو عندنا الحين؟ ماري انا بسالك متى تتوقعين السن المناسب لتقويم الاسنان؟ تحسين في سن معين؟ ما بتكلم عن موضوع الاسنان لان قبل اسبوعين كانت عندي شو اقول لك معضله في البيت. بس الاسنان يعني هاي نصيحه يعني مجرب مثل ما يقولوا مجرب، ولا اخاف اقول اسال مجرب ولا اسال طبيب دكتور قاعد يطالعني. بس تحملوا باسنان عيالكم من الصغر.
تفاديا لاي مشاكل ثانيه. يعني في ناس دائما تقول ان افضل وقت حق تركيب تقويم الاسنان هو بعد مرحله البلوغ، بعد ما الاسنان تكتمل، بس ما اعرف اذا صدق ولا لا. اليوم في فقره الصحه راح نناقش هذا الموضوع، موضوع تقويم الاسنان المبكر للطفل، مع الدكتور فراس سلعس اخصائي تقويم اسنان. صباح الخير دكتور، حياك الله. نور حياكم. كل واحد يقول شيء دكتور. والله الكلام كثير عاد. والله نشوف اليوم. صباح الخير. صباح الورد. حياك تفضلكم. الله يسلمك. يا هلا والله. دكتور يعني فعلا نبحنا نعرف، وانا شخصيا خاطري اعرف يعني ما هو العمر المناسب لتركيب تقويم الاسنان؟ طيب خلينا نقول ايش هو العمر المناسب انه الدكتور يشوف الطفل اول مره. اول ما تبدا الاسنان دائما في البزوغ من عمر 6 سنوات، دائما بنفضل ان الطفل يروح حق طبيب الاسنان او اخصائي تقويم الاسنان عشان يشوف اذا في اي مشاكل مبكره بدات. تركيب التقويم اللي بنشوفه عند كل الناس عاده بنسويه بعد عمر 13 سنه لما تكون الاسنان كلها طلعت. ما بنتدخل على الاطفال الا في حالات معينه راح نتكلم عنها ان شاء الله. بس دكتور يعني شنو الاسباب اللي تؤدي الى تشوه اسنان الاطفال؟ يعني هو في النهايه احس يعني الطفل يعني شو اللي بيشوه اسنانه؟ صحيح صحيح، هذا سؤال دائما بنساله. الحقيقه في كذا سبب، يعني اهمها الاسباب الوراثيه، ممكن تكون ضعف في طبقه المينا او العاج، نقص في عدد الاسنان. الاسباب اللي كثير مهمه اللي هي الاسباب الموضعيه اللي بتحصل عند الطفل نتيجه التسوس الاسنان بسبب عدم التفريش والعنايه بصحه الاسنان. يعني هي الاسباب الرئيسيه اللي ممكن تؤدي لاي مشاكل في اسنان الاطفال. واضح. دكتور هل في فرق ما بين تقويم الاسنان للاطفال وتقويم الاسنان للبالغين؟ طبعا طبعا في فرق كبير. تقويم الاسنان للاطفال في معظمه هو وقائي، بمعنى انه انا بسوي بعض الاجراءات العلاجيه اللي بتمنع بعض بتمنع مشاكل كبيره ممكن تحصل مستقبلا في عند الطفل في عمر 13 او فيما بعد. بينما عند الكبار هو انا بتعامل مع الواقع اللي حاصل الحين، في مشكله ابغى اعدلها. فتقويم الاسنان عند الاطفال بيحمي من معالجات ضخمه او كبيره في المستقبل للطفل، فبريحه. يعني انا يمكن دكتور ما مر علي الطفل شفت عنده تقويم، بس يعني شنو الحالات اللي تخليكم تلجؤون الى التقويم في سن مبكر؟ نعم، هلا اهم الحالات زي ما قلت لك هي وقائيه. اول شيء اذا تم خلع سن لبني في وقت مبكر ممكن نوضع له حاضنة مسافة. إذا في بعض الأطفال عندهم مشاكل في حجم الفكين، يعني ممكن نحصل الفك السفلي حجمه صغير أو كبير أو الفك العلوي، إحنا بنتدخل على نمو الفكين ومنعدل هذا النمو اللي لا يمكن تعديله لاحقاً. أوكي. فيما بعد نتعامل مع مشاكل الأسنان، هي أهم الأشياء اللي ممكن نتدخل عليها. أو ممكن نعمل مثلاً توسيع للفكين في حالات بعض الأطفال عندهم تنفس فموي، فبيحصل عندهم تضيق في الفك العلوي، لازم نرجع الفك لحجمه الطبيعي ليستوعب حجم الاسنان اللي راح تطلع. عن طريق التقويم. كله عن طريق التقويم. يمكن احنا تناولنا في الشق الاول من اللقاء موضوع التقويم بشكل يعني اساسي. نعم. لكن العمر، خلينا نتكلم احنا عن العمر، يعني احنا كل شوي قاعدين نكرر طفل طفل، ولكن يمكن المشاهد الحين قاعد يعني يسال بينه وبين نفسه، طيب العمر اللي مفروض ان الطفل يلجا لاولي الامر ياخذ طفله ووديه للدكتور انه هو والله لازم الحين يركب تقويم. يعني انا مرضاي دائما بقول لهم اطفالكم اول ما يبدوا تبديل اسنانهم، اول ما تبدا الاسنان دائما تطلع في عمر 6 سنوات او 5 سنوات او 7 سنوات، يفضل اشوفهم عشان يعني اقرر اذا في مشكله حاصله او راح تحصل ولا لا. فدائما بنفضل انه يبدا الطفل يجي عن طبيب الاسنان بعمر 6 سنوات على الاقل، وفيما بعد بتصير زيارات دوريه كل 6 شهور او كل سنه على حسب الوضع الحالي يعني. وان شاء الله انه ما يكون محتاج. انزين الفتحه اذا طفل عمره 8 سنين، الفتحه تسكر ولا خلاص فتحه موجوده؟ تسكر. نعم هي تسكر، يعني ما نسوي تقويم الحين. لا 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 نستنى شوي مراحل تطور الاسنان. اوكي دكتور، اكيد احنا هدفنا يعني من خلال البرنامج وهذه الفقره تحديدا ان نوعي الناس. اليوم شنو تقييمك بخصوص وعي الناس هنا في البحرين انهم لا يجونك يبون اطفالهم وهم صغار عشان يتجنبون المشاكل المستقبليه؟ الحقيقه سنه عن سنه انا عم لاحظ زياده الوعي عند الاهالي فيما يتعلق في باسنان الاطفال. كان في فكره سابقا انه هي اسنان لبنيه سيبها بتطيح مش عارف ايش، لكن طبعا نتيجه التطور المعلومات الكبير والناس صارت تحصل على المعلومه بشكل اسهل، صار في وعي عام الناس باهتمام باسنان اطفالها.
وبالذات بالوقاية من أي مشاكل ممكن تحصل للطفل مستقبلاً. يعني صحيح. يعني البالغين أحياناً دائماً نسمعهم يقولون والله متعبني التقويم، توني مركبته مشدود، قاعد يجرحني وإلى آخره. الطفل شلون ممكن أنه يتعامل مع هذه الإجراءات يمكن اللي تكون طبيعية في البداية؟ نعم. أول شيء الطفل في عامل مهم إحنا ما موجود، هو إنه يكون متعاون. يعني هذا الطفل ما فيك تفرض عليه أشياء معينة أو يعني يتعامل مع أشياء معينة. لذلك إحنا في معظم الأحيان نتعامل مع أجهزة ثابتة ما يقدر يشيلها، وثاني شيء أجهزة ما تسبب له ملل، يعني بحيث أنه نخسر تعاونه في المستقبل أو نخسر حبه لطبيب الأسنان أو لطبيب التقويم. فالأجهزة اللي بنستخدمها في معظمها هي أجهزة مناسبة للطفل وما بتضايقه وما بتتقاطع مع حياته اليومية أو مدرسته أو بتحرجه قدام الطلاب أو قدام رفقاته. هذا دكتور، يعني في النهاية قبل الختام أكيد أبي بعد نوعي الناس أكثر من خلال خبرتك، شنو غير الموضوع الوراثة شنو العادات اللي ممكن تأثر بشكل سلبي على الطفل، يعني الأهالي شوي يركزون عليها؟ أهم عادة نحن نشوفها هي بتأثر على شكل وحجم الفكين أو بسبب مشاكل في تقويم الأسنان هي عادة مص الأصبع. يعني هي عند معظم الأطفال وأحيانا بتتطور بتصير عند الكبار، يعني بتفضل مع الشخص. هي العادة من العادات اللي بتأثر كثير على شكل ونمو الفكين. الشيء المهم كثير العناية بتنظيف الأسنان للأطفال، تعويد الطفل من هو وصغير. يعني نحن حياتنا كلها عادات، يعني فأنت بس تزرعي بالطفل عادة تنظيف الأسنان والعناية تكبر فيها. هذه العادة معاه تكبر معاه، يعني بشكل بصير باللاوعي هو حريص على التنظيف. نعم نعم نعم، نعم هذا أكيد. الوقاية خير من العلاج. صحيح. نسأل الجميع السلامة، خصوصا الناس اللي تتحسس أو اللي تخاف من الأمراض اللي ممكن أن تصاب. إحنا ما نبغاهم يجوا عنا. يعني نقول إن إيه، ولكن لجؤوا للطبيب في حال استدعى الأمر. وبعد أنا أرجع وأقول وقاية خير من العلاج. صحيح. شكرا. صحيح. لك دكتور فراس، إجاباتك كانت واضحة ودايركت. شكرا شكرا شكرا. شكرا لك. أكيد فقرات متواصلة وياكم، بس الحين نروح المطبخ نشوف وين وصل طبق اليوم. حركات علي، صباح الخير شيف. صباح النور. شلونك؟ شو اخبارك؟ طيب ان شاء الله. يعطيك العافيه حبيبي. الله يعافيك. وين وصلنا؟ بعد ما الطحين اخذ اللون اللي نبغيه، احنا اوريدي اول شيء روينا المشاهدين اللون اللي نحتاجه، الحين نضيف الماء مع التحريك المستمر. ضروري التحريك ها شيف؟ ضروري، اذا ما تمينا نحرك راح يتكتر علينا الطحين. هاي من غير ما نضيف الزعفران والماي ورد طلعت ريحه الطحين. أيه. ما شاء الله. سمعنا اخترت الطبق اليوم صراحه واجد الاحظ على صفحتي على الانستغرام انه لما احط اشياء انترناشونال الناس ما تتفاعل اياها نفس لما تشوف اشياء تراديشنال. اوكي. انها تقول لك مثلا على سبيل المثال احط البلاليط، تشوف الدايركت مسج معنا بلاليط شلون الطريقه؟ تحط باستا ما تشوف ناس واجد تسال شلون الطريقه. الاحظ الناس واجد تحب تتعلم الاطباق الشعبيه اكثر من اي اطباق ثانيه. وهي اشياء سهله بس يمكن الناس ما تفكر انها تجربها. بالضبط. يعني شبابنا اقصد جيلنا. الحين حطينا كميه مناسبه من الماي، نتم نحرك تحريك مستمر يتماسك لين ما نحصل قوام متماسك. في هاي الاثناء نقدر نضيف حتى الشكر. بس شوف الماي ما تكتل، ما خلى الطحين يتكتل لان تمينا واحنا نسكب الماي واحنا نحرك. لو ما حركنا راح يتكتل فيصير عندنا كرات من الطحين صغيره. هاي تكنيك جدا مهم في العصيده. اول رشوفه بعد اختها. نفس الشيء نفس الشيء. طبعا عاده تحب الحلو ولا المالح؟ انا احب المالح اكثر. مالح. بس الاشياء الشعبيه احب الحلو اسوي، يعني مثلا الساقو، الجيمات، العصيد، البلاليط، الرشوف، الحسو، احب هاي الاشياء اسويها. طبعا
طبعا في الاشياء الشعبيه الشكر يعتمد من بيت لبيت، كلش يختلف. الابو يقول واجد حالي، والولد يقول ماسخ، فالشكر يعني الله يعين اللي بيسوي. بالضبط. وليه هو الحريه انه يبي يحط شكر زياده شكر صح. شوي كل ناس يعني حسب رغبتهم. وفي هالمرحله ممكن مثلا اللي قاعد يطبخ الطبخ يذوق مثلا يقدر يجرب الشكر انه مناسب او مو مناسب. شلون بديت شيف؟ انا بديت يوم كنت صغير. من الصغر يعني. من الصغر. اوكي. كان عندي اخو توفى الله يرحمه، وهو ما عندنا الا اخت واحده، الاخت اصغر مني. اوكي. فكان هي يمكن يعني على قولتنا القدر هو اللي خلي الواحد يدخل يمكن في مجال حتى مو في مجاله. فالحمد لله يعني بديت وخلصت دراسه الحمد لله، وصار ما صار يعني عندك شغف في الطبخ اكثر. الحين في هاي المرحله نقدر نضيف الزيت. طبعا احنا هنا استخدمنا زيت تبواتي، وبعد عشان تطلع ريحة العصيدة أحلى تقدر تضيفون 20 جرام ل 30 جرام من الزبدة. لازم واحد يحاسب ها؟ لازم واحد يحاسب الحين. نقدر نقصر على النار عشان ما يتطفر علينا. عندك مشروع حاليا شيف؟ حاليا عندي مطعم اسمه هزهات. اوكي. تخصص في البرجر والفريش جوسس والستارتر. عندنا الستارتر من الروبيان جدا مميز. اوكي. وعندنا عصاير صايره خلطاتها شوي غريبه بس لما تجربها تتفاجئ. يعني عندنا عصير جرجير. وعندنا عصير شمندا. عجيب. وعندنا عصير جزر. بس هاي العصيرات تقدر تقول لك ان هي البست سيلر في المطعم. مو بشيء عادي يعني. لا. لازم تجد تشرفنا تجرب عقب تحكم. لا انا اول ما شفتك حسيتك مو بغريب يعني، طلعت لي كذا مره في الانستغرام، وانا بعد يعني نوعا ما احب اطبخ يعني شيء. صوت طرف مزاج. الحين هني واحنا حصلنا قوام جدا مناسب. اوكي. يعني شوف لا هو ثقيل وايد ولا صح. خفيف كلش. نقدر نخليها شويه بعد زياده على النار 5 دقائق وتكون جاهزه. في هاي الوقت نقدر نضيف الزعفران. اوكي. طبعا الزعفران احنا منقوع اول شيء ذكرنا ويا الماي ورد كوب. ويا ماي ورد. عيال في هذه المرحله بس راح تتم لازم نستمر تخلط ولا ممكن بتخليه على النار؟ لا ممكن اخليه حتى على النار لمده 5 دقائق وبكون جاهز يعني. أوكي. المفروض. بنرجع لك اكيد شيف عشان نشوف طبق وين وصل. بنطلع فاصل سريع وراجعين واصل باقي فقراتنا، وراجعين مع زينة مصطفى تحديدا وفقرة الأم والطفل. خليكم وياك. صباحكم الله بالشاهدين بالخير. طبعاً اليوم راح نتكلم في فقرة الأمومة والطفل عن الإسعافات الأولية اللي أكيد كل أم وأب يحتاجون إنهم يعرفونها، خصوصاً إذا عندهم طفل حديث الولادة. راح نتكلم أكثر عن هذا الموضوع مع أخصائية الأمومة مريم المهدي. صباح الخير. صباح النور يا هلا. الحمد لله. أول شيء تكلمنا عن الإسعاف، يعني موضوعنا الإسعافات الأولية، لكن ايش كثر مهم إنه يكون يا أما الأم يا أما الأب عندهم معلومات أو خلفية عن الإسعافات الأولية للطفل؟ إيه والله أنا قبل أعلم الأمهات خصوصاً اللي عندهم أطفال مرقدين خدج وياخذون كورس معاي مال تأهيل أطفال خدج، أعلمهم الإسعافات الأولية. فبعضهم يقولون زين إذا في شيء مودي المستشفى، وأنا أقول لهم يعني الله سبحانه وتعالى يوم قال في القرآن ومن أحيا فكأنما أحيا الناس جميعا. يعني أنت تتعلمين مو بس حق ولدك ولا بس حق روحك، تتعلمين حق المجتمع، تكونين في حديقة في مكان عام، تكونين عامل يعني منقذ لروح سبحان الله.
هاي أول شيء. ثاني شيء طبعاً الإسعافات مهمة جداً جداً يعني، ويمكن عامل الوقت أيضاً يكون فارق بين الحياة أو موت. حلو، يعني ضروري أن الأم والأب يكون عندهم خلفية عن هالموضوع، أو واحد منهم يكفي؟ لا طبعاً الأم والأبو والشخص اللي يعتني في الطفل مثل البيبي ستر أو مثل المدرسات في حضانة، أو الأم يعني الجدة إذا كانت أيضاً تهتم في الطفل. لازم الشخص اللي يتم مع الطفل أكثر وقت ممكن هو اللي يعرف طريقة الإسعافات. حلو، أزين، في حالات وايد ممكن أن هي تصيب الأطفال، خلينا نتكلم عن واحدة من الحالات اللي هي أن تعرفين الياهل خلينا نقول أي شيء أول ما يبتدي يحبي أي شيء في الحلج ممكن أنه يغص في هاي الشيء. أول شيء أبي أعرف شلون نعرف إذا الياهل غص في هاي الشيء أو لا بدون ما يكح، وفي هالحالة شنو ممكن نتصرف؟ أي هو حالات الاختناق بالنسبة حق الرضع والأطفال قبل عمر السنة شوي صعب نعرف أنه ما اختنقوا، بس نميز بين البالغ والصغير أن البالغ إذا اختنق تشوفينه مرة واحدة يود بلاعينه ويطلب النجدة، يطلع ويطلب النجدة. بينما الطفل إذا اختنق مثلا بالحليب، ارتجع الحليب أو قطعة من المكسرات أو أي شيء صلب، تشوفينه تنفسه يبتدي يصير ضعيف، يعني تسمعين صوت أنه في شيء معلق وأنه ما يصيح وما يقدر يود يده، بس يبطل عيونه ويحاول يبحث عن أكسجين. فهني أنا لازم دائما أحط بالي على الأطفال، خصوصا إذا يعني يجشونهم، ما أفضل إنه يجشون الطفل بدون ما يشوفون وجهه. دائما أفضل إن أنت علاقتك في الطفل دائما يكون مكشوف قدامك. حلو، في هالحالة شنو ممكن يتصرفون؟ إذا طفل رضي علق في يعني بوزة شيء، أو مثلا حاط في بوزة شيء وهو يحبيه وارتجع بالحليب، أسوي له بداية الإسعافات الأولية. بس قبلها أفهم الأم أن ترى الله سبحانه وتعالى بعد يخلي آلية للطفل أنه يساعد روحه بروحه. فأول نقطة أنا أخلي الطفل كم ثانية يحاول أنه يتحرك، يعني في أمهات إذا الطفل يغص يخضونه إيش فيك إيش فيك، أو مثلا يفلتونه على الشخص اللي قدامها أو يخافون يصدهم هلع. المفترض لا، أخذ الطفل وأخليه هو يعني يسوي مانج حق روحه، إذا ما قدر أقعد على الأرض طبعاً وأطلب المساعدة من أحد غير، وأنا أبتدي الإسعافات إنه أنا أقعد على الأرض وأقلب الطفل وأعطيه 5 ضربات بهالطريقة قوية شوية على منطقة السابعة، وبعدين أقلب الطفل وأشوف إذا طلع الأوبجكت أو ما طلع. أهم شيء إنه ما أدخل الأوبجكت بصبعي أبداً، أشوفه إذا قابل إنه يطلع طلعة، أما إذا مو قابل ما أحاول أطلع بصبعي وبس، وأضغط على الخط تحت الأبطين ب5 ضربات بهالطريقة لمدة 5 دورات. إذا طلع الأوبجكت وايد زين، ما طلع الأوبجكت أبتدي طبعاً مرحلة الإسعافات الأولية اللي هي تنفسين، أغطي الفم والأنف وأعطيه الطفل تنفسين و30 ضغطة لين ما أحد يساعدنا أو يطلع الأوبجكت برا أو أكون في المستشفى. حلو، السؤال يخص هذا الموضوع، هل إذا مثلا غص الطفل في شيء وقدرنا أن احنا نطلعه في البيت، هل لازم بعد مثلا الإسعافات الأولية نسيلا نوديهم المستشفى أو خلاص نكتفي بالموجود؟ يعتمد على حسب إصابة الطفل، يعني مثلا إذا كانت إصابة رأس مفتوحة ونزيف، أو مثلا أغماء، أنواع الأغماء، أنواع الارتجاج، على حسب الإصابة نفسها إذا احنا نحدد إذا يروح المستشفى أو لا. أما إذا إصابة بسيطة، جروح بسيطة وحالة اختناق احنا قدرنا نسيطر عليها، نخلي الطفل تحت الملاحظة لمدة كم ساعة وأوكي يعني. حلو، إذن الحين في بداية أو خلينا نقول 6 شهور 7 شهور يبتدي الياهل يتقلب أو أنه حاول يحبي، وفي وايد ياهالي يطيحون من على السرير، طاولة تبديل الحفاظ، شنو ممكن نسوي إذا طاح الطفل وصادفت إنه طيحة على الرأس؟ في هالحالة شنو نسوي؟ هو طبعاً قبل لا ننتظر إن الرأس الياهل يطيح، نفضل إنه يصير فيه إجراءات سلامة في البيت، سواء السايد ريلز الموجودة في سرير الأم نفسها أو سرير طفل منفصل. بس إذا لا سمح الله صار المحظور وطاح الطفل، نبتدي نشوف أول علامات ارتجاج المخ. إذا كان فيه مثلاً ورمة، إحنا نسميها ورمة أو يعني كذي شيء زايد من الرأس، نعرف إن صاده نزيف تحت الجلد، فبس نضغط عليه بيدنا مدة شوي طويلة لما تحس إنها خفت أو النزيف انحصر. زين، هاي بالنسبة حق
الارتجاج، نشوف إذا كان نام يعني عقب الطيحة نام نومه كلش طويلة، هني نبتدي شوية نخاف نقلق، نقعد نشوف شخباره، إذا تصرف تصرف غير عن تصرفات العادية، يضحك وايد، يصيح وايد، أو بس نبطل عيونه وتشوف الناس. فإذا أي شيء غير معتاد على صفات الطفل هني نحط في بالنا أن صادم مثلا درجة من درجات ارتجاج المخ، اللي هي طبعا علاجها يكون بالراحة. أول ما ولدنا يطيح على رأسه نحاول أن قبل ما نضغط يعني أن احنا نمنعه من استخدام الآيباد أو التلفون، نمنعه من ممارسة الرياضة، لأن ارتجاج المخ الثاني إذا نبنى على ارتجاج المخ الأول يسبب ضرر أكبر. إنزين، فدائما إحنا نريح المخ، من يطيح الطفل على رأسه لازم يرتاح، يرتاح على طول. حلو. في معلومة سمعتها ما أدري إذا صح أو غلط، إذا غلط صححي لي، يقولون إذا الطفل طاح فإحنا لازم نراقبه لمدة 30 دقيقة، إذا صار في استفراغ أو مثلا هو كان وايد نشيط وكذي وفجأة لا تعب وصار يبي يرقد، قالوا لي لا ترقدينه، إنه إذا صار طيحة وصار إنه هو تعبان يبي ينام لن رقده، صح هاي المعلومة؟ هو طبعا صحيح إذا فلترناها 30 دقيقة، طبعا لا إحنا لازم نشيك على الطفل كل فترة، يعني كل 30 دقيقة مو بس 30 دقيقة. أوكي. زين، وبالنسبة حق السؤال اللي قلتي إنه إذا ابتدى مثلا خلينا نقول يرجع أو شيء، ترجع أول مرة أوكي اللي هي من قوة الطيحة، بس إذا تم مثلا صادة تشنج مثل الصرع أو تم يرجع عدة مرات وباستمرار، هني فعلا لازم نحط في بالنا إن إحنا نحتاج نوديه المستشفى. حلو. في بعض الأطفال عندهم يعانون من ارتجاع، فممكن الطفل وهو نايم، يعني أنا كذا أم سمعتها، وهو نايم الطفل يبتدي لونه يتغير، مو قادر ياخذ نفس، في هالحالة يعني الأم بتكون ما تفشي تسوي، خصوصا اللي توهم حديثين الولادة تخاف تيودة يعني، ففي هالحالة شنو تسوي؟ قبل لا تنتظر أن يصير ارتجاع، وهذا شيء يعني عادي من 0 إلى 6 شهور، تحاول تتعلم في كورسات إن شلون تتفادى الارتجاع. مثلا تسمعين الأمهات يقولون لا ما بنتعلم عشان ما صير فال سيء، أو لو تقرين الإحصائيات بتشوفين إن في السنة ما شاء الله عدد هائل من الأطفال يصيدهم الارتجاع الحليب أو الاختناق بالحليب. المفترض إن احنا نجهز روحنا قبلها، بس إذا صار شفتي اليوم أسوي لش إسعافات الأولية مالت قطعة الشيء الصلب المعلق نفسها بالضبط نسويها بالنسبة حق الارتجاع. حلو. إذن في بعض الأطفال لينش يصيح يبتدي النفس يقطع، اللون يتغير، تحاولين تحركينه لحين مو قادر ياخذ نفس، يعني هني لحظة رعب إن كان يعني حق الطفل وحق الأم، فهني شلون نقدر نسعف الطفل أو نخليه ياخذ نفس في هاي الوقت؟ أنت تكلمتي عن متلازمة وقف النفس بالنسبة للأطفال، تبتدي عندنا من 6 شهور ل6 سنين. في عندنا نوعين منها، نوع باختيار الطفل يحبس نفسه عشان مثلا يحصل الشيء اللي يبي نعناد، وشيء خارج عن إرادة الطفل. الخارج عن إرادة الطفل إذا شاف شيء يخوفه مثلا أو زعل وايد ضايق أو كان جدا جدا فرحان، هني نتوقف النفس عنده ويصير وجهه أزرق. بالنسبة للاختياري، وقف النفس الاختياري، هني أنا لازم كأم وأب أتوقع أن الطفل الحين بيحبس نفسه، ففي سلك التربية نفسها أتفق ويا الطفل أن ترى إن أسلوب هاي ما بيمشي وياي، يعني هذه أسلوب في التربية إن أسلوب ما بيمشي وياي. أما الطفل اللي غصبا عنه يوقف النفس، هني أحاول أن أنا أهدئه، وفي طبعا أدوية مخصصة لهالحالة تبطل شوية الأوعية وتبطل الرئة وتفيد. حلو. أنا إذا صار أستلف البيبي أنا سمعت إن إذا صار في اختناق إنهم يسوون له كذي، يدلدغونه من هالصوب من تحت اليد، صح؟ هو هاي يعني هي ما تفيد صراحة، أنا جربتها بس ما تفيد، بس يعني ممكن تفيد مع أطفال ثانية. هي موضوع الاختناق أنا دائما أقول لا تحفزين الطفل، يعني شفتي مثلا إذا الطفل مختنق تهزينه تقولين ليش فيك بيختنق أزيد، أو مثلاً في مسابقات الطعام أنا جداً أكرهها لأنها قاعدة الطفل يأكل بسرعة، أو إذا تأكلينه وراء بعض. زين، أنت تحكيتي عن دلدغة الطفل أو دغدغته، هاي بيخليه يبذل طاقة أكثر وبالتالي يختنق أكثر، يعني يتحرك. فيه شيء مشابه له اللي هو يسمونه علم السوجوك، في منطقة هني تدلكينها حقك أنت لا سمح الله إذا صادش أي اختناق أو غصة، لو دلكتي هاي المنطقة سبحان الله القطعة تطلع. بس هاي تحتاج تدريب يعني فترة طويلة، وهو مو صعبة الصراحة، يعني جربتها أنا حلوة بس تحتاج شوي تدريب وتركيز على اليد،
يمكن الناس بالغلط مشت وياهم فخذوها ان هي قاعده، بس هي ما لها اي اساس من الصحه. أوكي. وممنوع نهف في وجهها عشان يصيد يله الهواء ويتنفس. ممنوع. إيه طبعا انت اذا هفيتي في وجهها تعطينا ثاني اكسيد الكربون اصلا. حلو تمام، شكرا لك، يعطيك العافيه. الله يعافيك. شكرا. مشاهدينا بشذي نكون وصلنا لنهايه فقره الام والطفل، راح نطلع فاصل، بعديها راح نرجع نكمل باقي فقرات شمس البحرين مع بدر وشيماء. شاهدين مشروع لليوم من مؤسسة التاجر الصغير، هو مشروع مميز، هم أخوان صراحة شركاء في هذا المشروع، بس اليوم معنا أحد الشركاء في هذا المشروع أو في هذا العمل التجاري اللي يجمعهم. اليوم معنا آية علي. آية صباح الخير. صباح النور. شلونك؟ زينة. آية أنت عمرك 10 سنين؟ إيه. أخوك يور بارتنر في البزنس صح؟ إيه. كم عمره؟ هو 9. هو أصغر منك؟ إيه هو أصغر. زين، من اللي عطى الثاني الفكرة إن نسوي مشروع ونشتغل؟ يعني بدأ لما أمي قالت تبون تسوون كذي، فإحنا إيه؟ قلنا إيه. أوكي حلو، يعني أنتوا تشجعتوا، الوالدة إيه؟ أول شيء سألتكم وبعدين أنتوا شجعتوا. زين، دور كل واحد فيكم، أنت شنو تسوين وأخوك شنو يسوي؟ أخوي يعني يتكلم مع الناس يقول لهم تعالوا وكذي، وأنا بس أبيع لهم يعني. أوكي، يعني أنت تشتغلين إيه؟ وأخوك اللي يتعامل مع الزباين صح؟ إيه؟ هو اللي يكلمهم دايركت. حلو، متى أول مرة اشتغلتوا؟ متى أول مرة ابتديتوا تسوون هاي البرودكتس؟ يعني يمكن تقريبا 3 سنين. أوه ما شاء الله. حلو، تذكرين أول قطعة سويتيها؟ مو كان كذي، يعني كل مرة نغير اللي شنو في الترند. أها. أول شيء كنت أخوي كان يبيع الليجو اللي هو يسوي. انا كنت ابيع الباتشز اللي تحطون على الثياب. حلو. ثاني مره سلايم، لان كان كل من يبيهم انا بعت سلايم، وهو باع الحين ليجو كنا الحين عنه. اوكي. الحين هو قاعد يبيع فلاتيات اللي هو سواه بيدهم. وانا قاعد ابيع هاي. يعني انتم على الترند. ايه. والله اذكيه. اذكيه وما شاء الله عليكم فنانين، كل شيء قاعدين تسوونه. وشنو السوق ماشي او شنو الناس قاعده تشتري تسوون. إيه؟ وايد حلو، بس شنو اكثر شيء الناس كانوا يشترونه من عندكم؟ شنو اكثر شيء الناس يحبون انه ياخذونه من عندكم؟ كانوا يحبون الليجو لانه كان صغار. وكان يعني كل من كان يبي، كل الاولاد كانوا يبون. أوكي. بس بعد البنات كنا عندنا يمكن ليتل ميرميد ولا كذي. إيه؟ هم كانوا بعد يبون. والسلايم كان لنا وايد ناس يبيعون السلايم. اوكي. فالليجو كان احسن. اي اوكي. زين، من وين تجيكم هذه الافكار؟ يوتيوب، انستغرام؟ يعني انستغرام واليوتيوب، انا احب اطلع الكرافتس في اليوتيوب. حلو. فالافكار بس تجيني. شنو اكثر كرافت تحبين تشوفينه؟ اكثر عمل يدوي تحبين تشوفينه على اليوتيوب؟ الاكسسوارات. الاكسسوارات اللي انا قاعده اسويها الحين. اوكي، هاي اللي قدامنا كلها شغلك آية؟ يدتي. أوكي. امي ابوي يعني كان يجرب، بس هو كله كان يسوي اللور حق الفشنج ويا هاي. اوكي. قلت له خلاص يعني بتخلصه. اوكي. بعدين يدتي ساعدتني بعد، والناني مالي بعد وايد سوت. اوكي انزين، هذي لين حق التلفون صح؟ إيه؟ اوكي. حبيت آية والله، حتى الناني مالتها ما نسيتها في البرنامج. زين، هاي حق التلفون، وهذا إيه؟ لين بعد نفس الشيء؟ ايه، بس هاي مال اليد مال التلفون يعني الاصغر. الاصغر. إيه؟ اوكي. وعندك ربطات حق الشعر؟ ايه. هاي كلها انت تسوينها؟ لا، هاي جدتي. هاي يدتك، هاي الشغل يدتك تسوي. إيه؟ صح؟ بس انت بعد ساعدتني شوي ويا هاي كذي. حلو. من اكثر شخص يشجعك في البيت ويساعدك ويشوف انت شنو قاعده تسوين، القطعه وين وصلت، جهزت ولا للحين؟ ماما جاي معك هي اليوم. إيه؟ صح. اوكي. الالوان من يختار لك الالوان؟ بس اللي نحصلها، بس نسوي شنو يروح مع بعض، يعني هاي وهاي. اوكي. مع بعض يروحون. انزين، نفس اللون. شنو نيكست اذا خلص او قل او اختفى الترند مال إيه؟ علاقات التليفون، شنو نيكست؟ مجهزه شيء؟ ايه، حق الثياب البيضة بنحط عليهم البينت اللي انا اسويه. إيه؟ جوتي كبابيس كذي،
نيون بينت. نيون زي. يعني لازم كل شيء يكون وايت وتلونينه بالنيون. إيه؟ هذه حق الصيف. إيه. اوكي متى يكون عندك وقت تسوين هذا الشغل آية؟ يعني ياخذ وايد وقت، يعني هاي بروحه بدينار بس الوقت اللي حط فيه يعني اكثر من ما دينار. يصير. حبيبتي انت في اي جريد؟ انا في خامس. في الخامس. إيه؟ في الويكندز تشتغلين؟ ايه. ولا ايام الاسبوع عقب ما تخلصين يعني دراسه؟ يعني عقب المدرسه. أه. وفي الويكند اكثر شيء. في الويكند اكثر شيء. اوكي آية تقول لكم هو يعني بدينار بس الوقت اكثر من دينار صح؟ إيه؟ فلازم يكون في تقدير، خفضيننا قصرينا ما ينفع، هو سعره دينار وقته اكثر من دينار. يعني انا وايد مستانسه انك انت موجوده اليوم معانا، شغلك وايد حلو يناسب عمرك، صديقاتك في المدرسه يشترون منك؟ يشجعونك؟ اي يحبون شغلك؟ مو كلهم يعرفون عاد يعني. ليش ما تقولين لهم؟ لانه مو في المدرسه هو. لا انت شو تسوين؟ انت في المدرسه سولفي عن يور بزنس، لا تودينا معاك، لا انت سولفي عن يور بزنس، وان شاء الله المره الجايه اذا صار في معرض او اكزيبيشن سوي انفيتيشنز حق ربعك خليونا. سويت بس. اوكي حلو. إيه؟ المره الجايه سوي اكثر. اوكي؟ عندك انستغرام؟ اي عندي الانستغرام. شنو الانستغرام؟ اسمه بيتس اند بلوكس، هو لان اخوي كان يسوي لاجو له. إيه؟ فالبلوكس ماله. اوكي. البيت انا بس ابيع اي شيء يعني ما غير انا. حلو، انت فنانه شاطره، اي ترند موجود قاعده تسوينه. جود لك. ان شاء الله المره الجايه تينا ومعاك شيء كلش غير وجديد ونسولف معاك عنه. اوكي شكرا. عفوا حبيبتي انت. شكرا. ابدر ايش عندك الحين مطبخ؟ ايه عندنا الشكل النهائي شيف. جهزت خلاص عصيرتنا صارت جاهزه. شوف قوامها شلون كريمي. اوكي بعد ما تستوي شيف نخليها ولا لا نقدر على طول بس نسكبها؟ لا نقدر على طول على طول نسكبها. اوكي الحين احنا راح نسكبها ان شاء الله مع بعض. شوفها شلون أصلية مو بالماكينة. شوفها خشنة. السلام. ما قد فكرت فيها، هي النكهة حارة ولا باردة؟ حارة صح؟ إيه. أوكي يعني ما تنحط في الثلاجة مفروض؟ لا لا. أوكي شو هو عادة قبل تتقدم بهالطريقة من غير تزيين أو ما شابه، بس إحنا الحين مندلعها. مندلعها. إيه والله صدق. فنحط شوية فستق. تقهوتك وياك ما يحتاج، يعني لقمة معصيدة وراها قهوة. شفت الحركات حتى هاي دلعوه. إي والله شوف الكوفي شلون صار. صار في كان. ما عرفت مساعة أشربه على أساس سوفت درينك ولا قهوة، صدق؟ كريم. ايه هني نحط الروزات ورد المحمدي. بس صراحة شيف انا توقعت ان العصيدة فيها دهن اكثر، يعني مساعة وانا واقفة معاك اشوف المقادير يعني مو وايد. كله في مخي انه اكثر، يمكن على حظي العصيدة اللي كانوا يسوونها تكون وايد دسمة. لا هو العصيدة المهم انه يكون الطحين محمص صح. راح يعطيك عصيدة صح. في ناس ما يقلون الطحين وايد فتتغير نكهتها فيقومون يخلون الزيت واجد زيادة. عشان كذي فانتين لازم تطوقينها. لازم ان شاء الله. وتقولين ايش رايك فيها من غير مجاملات. اكيد اكيد لا تحاتي هاي الصحن ذي انت بس. بس تنطفي الكاميرات والجماعه الموجودين تتغمض عينك كلها ما في. انا اوعدك يعني ما يحتاج. عليك العافيه. الله يسلمك. الله يسلمك. شكرا لوجودك ويانا اليوم. عفوا. شكرا لك شيف. شكرا. صلوا وياكم مشاهدينا لختام حلقتنا. نشوفكم ان شاء الله باكر حلقه جديده. مع السلامه. باي باي.